معالي الوزير المحترم، سيداتي سادتي، نهاركم سعيد. أود أن أشكر هذه الدعوة وهذه الضيافة الرائعة التي حظيت بها وأحظى بها هنا في القاهرة. إن الحوار الثنائي بين مصر والمجر دائما لها أبعاد استراتيجية، خاصة عندما نكون نعيش في زمن المخاطر كما هو الحال اليوم. ونحن اليوم نحن المجريون والمصريون نعرف ماذا تعني كلمة زمن المخاطر، لأن كلانا وكلا بلدينا موجودان في جوار مناطق فيها حروب ونزاعات مسلحة، وكلانا نعرف وكلانا نواجه مسألة الهجرة غير الشرعية والتحديات الناجمة عنها. نحن نود أن نعيش في أمان، ولهذا نحتاج إلى أمرين. أولاً إنهاء الحروب التي تعصف بمنطقتنا بأسرع وقت ممكن، وثانياً موجات الهجرة التي أيضاً تعصف بمنطقتنا يجب أن نوقفها في أسرع وقت ممكن. مصر لها دور كبير في كلا المسألتين. جمهورية مصر العربية هي أحد ضمانات الأمن الأوروبي، أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي. مصر هي الحاجز الحامي والستار الواقي لجنوب القارة الأوروبية. المجر تحترم كثيرا الدور الذي تلعبه مصر في إيقاف الهجرة غير الشرعية، ونحن نثمن ونقدر أنه لا يوجد ضغط على أوروبا من ناحية مصر في مسألة الهجرة. لو لم تتصرف هكذا، لو كان سلوك مصر مختلفا، لو سمحت مصر للمهاجرين بالدخول، لكانت هناك موجات مهاجرين قادمة من مصر إلى أوروبا لا نستطيع التعامل معها. ولكن الغريب، ولكن الأمر الواقع اليوم في بروكسل أن بروكسل تشكل التهديد لأوروبا ومصر تشكل الحماية لأوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، وبروكسل بسبب سياستها الخاطئة تضاعف وطأة الهجرة غير الشرعية على القارة الأوروبية. الدور المهم اللي تلعبه مصر، وبسبب هذا الدور نحن نسرع بأن ما تم الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر يونيو بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الدعم المالي من أوروبا لمصر، نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يحول هذه المبالغ بأسرع وقت ممكن إلى مصر. كذلك نحن نعجل أن في إطار أنه من صندوق السلام الأوروبي أن تحصل مصر على مساعدة مالية لحماية حدودها، لمساعدتها في تأمين حدودها. مصر عندها مسؤولية حماية 5000 كيلومتر من الحدود، منها السوداني والليبي. الحدود مع السودان وليبيا أكثر من 2200 كيلومتر، وهذين الحدودين يضع جمهورية مصر العربية أمام تحدي كبير من ناحية الهجرة غير الشرعية. لو خسرنا التعامل الإيجابي لمصر معنا في مسألة الهجرة غير الشرعية، وقتها سيكون عندنا مصاعب كبيرة في التعاطي مع الضغط الذي سيتشكل على أوروبا، ونحن نحتاج إلى الحلفاء كمصر، لأننا في 20 سنة القادمة سيزيد عدد سكان أفريقيا بمقدار 750 مليون نسمة، وهذا إما سيؤدي إلى النتيجة أن تكون هناك كارثة إنسانية، أو سيكون هناك موجات ضغط هائلة من المهاجرين على أوروبا. حتى نتجنب الحالتين يجب علينا وضع استراتيجية تنموية لأفريقيا، وهذا من وجهة نظر الأوروبية. تحدثنا أيضا عن التحديات الحروب ونزاعات المسلحة التي تهدد منطقتينا. أنا فخور بأن أقول بأن المجر مع مصر تقف إلى جانب السلام وفي كتلة السلام في صف واحد. نحن اتفقنا على أن الحرب الجارية في أوكرانيا ليس لنا أي علاقة بها، ولكن كلا البلدين يدفع الثمن الباهظ لهذه الحرب.
عن طريق أسعار الطاقة تكاليف الطاقة المرتفعة وأسعار المواد الغذائية المرتفعة وطبعا التضخم الذي يحيط بنا. طبعا الحروب لن تنتهي لوحدها، لذلك يجب علينا أن نعمل بجد وبجدية حتى يتوقف النزاع وتبدأ المحادثات. في الشرق الأوسط أيضا نحن مصلحتنا أن نوقف التصعيد وأن نعيق التصعيد وأن نعيق انتشار النزاع المسلح إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط. نشكر دور مصر على دورها في تأمين الاستقرار في المنطقة، ونطلب من المصريين، من إخواننا المصريين، أن يواصلوا جهودهم في تحرير الأسرى، لأن ما زال هناك مواطن مجري محتجز لدى حماس. أخيرا استطعنا أن نتطلع إلى القائمة الطويلة للعلاقة بين البلدين، ونحن سعداء بأن تعاوننا يندرج أيضا إلى أماكن وإلى مجالات حيوية، وهناك قصص نجاح كبيرة في التعاون الاقتصادي بيننا. اليوم وقعنا على الاتفاقية التي في إطارها اليوم هناك مفاعلين نوويين، مفاعل الضبعة ومفاعل بكش 2، أن يكون الفريق الذي يبني المفاعلين، أن يكون هناك حوار بينهما، حوار فني دائم بينهما، لأن وطبعا الطرف المصري متقدم علينا في مسألة البناء، لذلك نحن نحسب حساب أن التجربة التي تراكمت هنا أن تساعدنا في تسريع عملية بناء مفاعلنا في بكش. وكذلك نحن أيضا نتوقع أن يكون هناك تكنولوجيات مجرية، طبعا هذه التكنولوجيات معترف بها عالميا، أن يمكن أن تساهم في بناء مفاعل الضبعة هنا في مصر. عندنا قصص نجاح جدية ومهمة، لأن شركة 4IG قامت بوصل وضع كابل فايبر أوبتيك، وتعمل على وضع كابل فايبر أوبتيك بين ألبانيا ومصر، وكذلك هناك قيد التحضير لاستثمار 4IG الذي سيوصل الإنترنت إلى 6 مليون منزل مواطن مصري. في دوناكاسي هناك دائما يعملون على صناعة وتحضير عربات السكة الحديد التي سنسلمها إلى مصر. ما زال هناك 374 عربة نود تسليمها في المستقبل إلى مصر من أصل 1350، والعام الماضي بعنا 19,000 بقرة رأس بقر إلى مصر أيضا، وهذا أيضا قصة نجاح تجارية. حاليا أنا أحضرت معي ممثلي ورؤساء 23 شركة مجرية، سوف يجتمعون مع 104 طرف مصري، وأتمنى أن يكون إلى جانب طبعا التعاون الاستراتيجي بيننا الشركات أيضا، والتعاون بين الشركات أيضا سيصل إلى مستوى التعاون السياسي بيننا. شكرا على حسن الضيافة، شكرا على الدعوة مع الوزير، وشكرا على أن مصر دائما تقوم بجهودات كبيرة جدا حتى يصبح العالم مكان أكثر أمانا مما هو عليه الآن.